الكهرباء الآخرين. هاي الخطط عندي يعني. نعم. أي فخصي يعني هنا هذا يعني هو يعني شخصية ليست متجانسة وفيها تناقض كبير في هذا المجال. فضمن إطار الصراع الصليبي هو له شك يعني موقف إيجابي كبير. ضمن إطار السلاح على السلطة في سوريا ومصر النتائج ماله كانت مخربة ومدمرة. نعم. يعني ضمن السياق واحد خلينا نسميه يعني ينظر يعني. نقطتين بروفيسور. اولا هو الفاطميه طلبوا المساعده من نور الدين، ونور الدين بعث عمه وصلاح الدين، وعمه بعد ما استوزر اللي هو حط مال الدوله الفاطميه وزير بعد مده بسيطه شهر او شهرين مات ولا يعرف السبب، ومن ثم ان صار وزير في الدوله الفاطميه اللي هو صلاح الدين، ومن ثم صلاح الدين انقلب على الفاطميين وعاملهم معاملة وحشية قذرة جدا وهو كان يمدح فيهم يعني حتى في باللسانة في الكتب. هذه نقطة. ومن ثم اللي هم رماهم بالسجون ولم يخرجوا إلى الدولة دولة المماليك اللي هي حتى أن أطفالهم أصبحوا عجائز وكبار بالعمر. هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي هي أيام نور الدين كان يتهرب هو الرجل من القضاء على الدولة اللي هي الصليبيين، وحتى في حطين فقط اللي هو تحرير القدس، ولكن التنازلات اللي حدثت ما قبل بعد حطين تنازلات أكبر ما قبل حطين، فهو عطاهم حيفا والمناطق، وهذه كلها مستندة في الكتب اللي هي الكتب اللي هي الأشخاص اللي كانوا وياه اللي كتبوا في التاريخ. فهذه تثير علامات كثيرة على الرجل من ناحية أن طموح شخصي وليس له علاقة أصلا الفتى بالنظرة الإسلامية. وأنا معاك من ناحية أن هذا أن وضع عائلته وغيرها ويوزعها، هذا يمكن رؤية اللي هي غالبيتهم، بس ليست بهذا الشكل وكأنها ورث. يعني الدولة العباسية كان عندها نوع من الديمقراطية نوعا ما، عندها نوع من السياسة، هذا لا وزعها وكأنها ورث، وبالأخير صارت واحد يتنازل للثاني من أجل ويتعاون مع الصليبيين من أجل إسقاط الدولة. بالنسبة لكتاباتك أنت شخصيا ما قرأت عن الدولة الفاطمية، ولكن كنت تلمح في بعض الأشياء أن الدولة الفاطمية ما كانت نظرتها نظرة اللي هي كلية، يعني نوعا ما كانت عندها نظراتها الخاصة اللي هي ما خلتها تكبر بالشكل الملائم. تعميل هذا طبعا هو كان نقصد بالدولة الفاطمية، هي يعني في مرحلة كان في ضعف وانهيار للدولة العباسية، فهي ما أدت لعب دور المركز الأساسي العام والكبير للخلافة، ظلت محصورة يعني ما في مصر، تحولت إلى دولة جزئية شان كثير من الدول. نعم. ما كان نقص هو دمشق عندها يعني موجود، وعموما هي تعرف ديك المرحلة يعني هي الطاقة العربية بدأت يعني تتضاءل وتضعف. نعم. لأنه الجهود العربية استنفذت يعني في الصراع ضد الصليبيين، تعرف أيضا هو الجيوش أغلبية إما كانت موجودة غير يعني من مصر ومن من فلسطين ومن العراق ومن سوريا، وهذه كلها أساسا كانت قاعدة عربية. لذلك وطبعا بعدين هذا الهجوم المغولي أيضا دمر كل هذه البقايا اللي موجودة يعني، فبدأت تضمحل الطاقة العربية. طبعا أيضا الأخطاء التاريخية اللي قبلها اللي هي بدأت أساسا في المرحلة العباسية وخصوصا في زمن المعتصم، يعني عندما أدخل القبائل التركية والآخرية إلى مركز العاصمة والجيش والآخرية، هو كان المعتصم أيضا يتخوف من الاعتماد على العرب، لأنه في الأغلب كان دوما في الأغلب ميولهم إلى العلوية. نعم. إلى التشيع. فلذلك هنا يعني فيها مشاكل كثيرة بالحقيقة هي موجودة يعني، فلذلك أنا أقول يعني له ما له وعليه ما عليه يعني. بس عموما أنا بالضبط من مسألة النظر إلى باعتبار اللغة الشخصية يعني مقدسة وإلى آخره يعني ليس بهذا الشكل. نعم. شو هذا؟ ده أنا برسيت أدباء بنغال تم يسوي نبالكون. أوكي. أوكي بروفيسور، آخر سؤال بهذا السياق اللي هي ده. أنت ذاكر في أتوقع في الكتاب اللي هو الحركة الصدرية وفي بعض الكتب أن السياسة ليس لها علاقة بالأخلاق،
وهي نفس المصطلح اللي أطلق ماكافيلي في كتاب الأمير. من أي ناحية ترى هذا الموضوع؟ يعني مثلا أنت تشن حملة قوية على الدولة الأموية تسقطها من جميع الاعتبارات، فما علاقة هذه المقولة في الدولة الأموية؟ وهل هذه نفس المقولة تنطبق على الدولة العباسية وعلى الدولة الفاطمية وغيرها؟ يعني أنا شخصيا أن الأخلاق أراها جزء من السياسة ولكن ليست جزء رئيسي. الآن الحقيقة هي اللي أنا بديت أدقق هاي الفكرة في وقت لاحق الآن. نعم. أنه يعني هو أحيانا كيف أن هم ينظرون إلى السياسة باعتبار ينبغي أن تكون أخلاقية بمعنى الفكر الأخلاقي المجرد. نعم. متسامية وإلى آخره. أنا أقول هذا ليست هي أخلاقية بهذا المعنى. نعم. لأنه السياسة هي أخلاق بس من طراز آخر. نعم. اللي هي يسمونها الأخلاق السياسية. هل هذه هم ينطبق عليها أن القاية تبرر الوسيلة؟ هي طبعا دوماً موجودة بهذا الشكل. نعم. في كل مكان في الحقيقة هي كانت بهذا الشكل. فميكافيلي هو مجرد وضعها بها صيغة، مع أنه هي هو ما كانت بالنسبة له يعني فد يعني صيغة مطلقة. نعم. عندي أنا كتبت عن ميكافيلي كثير بهذا الصدد، يعني هو مجرد وضعها كفكرة واحدة من الأفكار وليس الفكرة الأساسية. لحظة واحدة إذا يعني ممكن أشوف دولة على راحتك يتعاركون لحظة واحدة. آسف يا حسين، هذا عندنا يعني جابوا لنا قط صغير، مو صغير تماما يعني متوسط. نعم. ومن هذا النوع البنغالي، وهذا يكون شرس، يعني هم لأنه عندهم مشتمية بقايا حيوانية مفترسة. نعم. على خلاف القطط الأخرى، فيتعاركون شوية بيناتهم، وهذا واحد كبير واحد صغير يعني ما يتصافون وتصير هي يصير بس قصدي لازم تصير تنازلات. هذه هي السياسة. فالقصد أي عندما يكون يعني نقدي شديد للأموية من منطلق الرؤية يسميها التاريخية والمستقبلية في نفس الوقت، لأنه الأموية حرفت المسار الطبيعي للدولة العربية الناشئة خلال الخلافة. نعم. في البداية فلذلك انتقال الأشياء، لأن هي ما طورت يعني الأفكار اللي موجودة، وما كان بإمكانها في الحقيقة، لأن هي جاءت عن طريق المؤامرة والمغامرة والصراعات وإلى آخره، واضح كيف يعني حرفت المسار الطبيعي للخلافة باعتبارها يعني مبنية على أساس يعني أخذ مصالح الأمة، أولوية جوهرية القانون، يعني والبيعة وإلى آخره، يعني هو حولها إلى ملكية، إلى ملوكية عادية، وطبعا شرسة وسيء إلى أقصى الحدود. نعم. يعني ما أخذ يعني معاوية في البداية من وضع أسسها أعطاها إلى ابن يزيد، ويزيد كان معروف بإجماع حتى التيارات السنية البدائية جدا وإلى آخره، هي تعتبر أنه من الفاسقين يعني ما. نعم. يعني شخصيا هو طبعا قد يكون كان شخصيه ممتازه لو ظرفنا يشرب ويبحث عن نسوان والى اخره، خلاص يتونس خليه ما في مشكله. نعم. وضعي بس انت لما تعطيه اداره الدوله مرور الجرائم اللي اقترفها والى اخره، فبدون شكل هذا هو الخطا، لذلك انا انتقد الاموية بشكل شديد، مع انه انا اعرف انه هي ايضا قدمت هذه المرحله انجازات هائله كبيره، يعني على مستوى بناء الدوله الامبراطوريه ووضع اسسها وتعريب الدواوين وامور كثيره جدا يعني فيما يتعلق ببنيه الدوله. ولكن هي تعرف ايضا ظلت دوله يعني مغلقه ومعزوله، وذلك يعني 100 سنه وتعرضت للانحلال. نعم. من دون ان تبقي على اثر لها، لان هي ما اسست للدوله بمعايير المواقف الاجتماعيه والابداع الفكري الثقافي. نعم. ولذلك هم كانوا هم يعني عادوا انتاج القبليه والبدويه. البلاط الاموي كان على شنو يحتوي؟ على الشعراء بس. واحد يعني يهجو الثاني وهذا يمدح والاخر الى اخره الاقل، يعني مثل يعني هذول اللي شلون صدام لما جاب الكاوليه يغنوا اذا ما يعني. نعم. وعوائلهم، فصار المستوى منحطه يعني سيء في هذا المجال. على عكس العباسيه، مع العباسيه هي اللي صنعت الثقافه العربيه الاسلاميه ككل والحضاره.
لأنه جعلتها مفتوحة، شاركت فيها مختلف الشعوب والأقوام،